فبك سبح الشعر يشدو أعذب للحالي. الأستاذة فتي حمزياني من مواليد 26 مارس 1973 بمدينة فرندا، أستاذة لغة عربية بمتوسطة بوعلقة عبد القادر فرندا، أيضا عضو مؤسس لنادي الضاد الأدبي بمدينة فرندا التابع لمكتبة جاك بيرك. شغفت بالقراءة ثم شغفت بالكتابة وأنا في بدايات صغيرة جدا وعمري 11 عاما بدأت بكتابة الشعر، بخاصة في الجامعة إرهاساتي الأولى مع نادي الطالب الجديد، ثم انتقلت إلى كتابة المسرح. أنتجت أو أصدرت في 2021 إصداري الأول الذي أفتخر به وهو أحب الإصدارات لدي، وكتابي كن أنت، كن أنت صادر عن دار يوتوبيا للنشر والتوزيع. كن أنت يتحدث عن هي مجموعة قصصية، لكن في كل قصة لابد أن تبدي الشخصية أنها لابد أن تنطلق من ذاتها، أن ينبع القرار من ذاتها. انتقلت بعد ذلك إلى كتابة مجموعة قصصية أخرى هي ابنة الشمس، صادرة عن دار الأمير للنشر والتوزيع. ابنة الشمس تحمل 5 قصص تقريبا، هي قصص مطولة عكس كن أنت التي تحمل 15 قصة، لكن هذه 5 قصص فقط. أيضا لماذا ابنة الشمس؟ أجد في كل قصة لابد أن تشرق فيها شمس، الشمس الحقيقة المغيبة، الشمس الحياة على شخوص هذه القصة. انتقلت إلى إصدار آخر لأدب الطفل، صراع الغيلان للطفل الناشئ. ما معنى الطفل الناشئ؟ الناشئ يعني من 9 سنوات إلى نستطيع أن نقول إلى 15 إلى 16 سنة، والكتابة للطفل الناشئ أراها يعني صعبة نوعا ما. هذه قصة كتبتها منذ 2006 وأحيلت إلى الأدراج، بعد ذلك تناولتها وأعدت صياغتها وأخرجت في هذه الحلة رسومات المصممة والفنانة التشكيلية خيرة منات. تحدث عن مغامرة، بطبع أن الطفل في هذه المرحلة يحب المغامرة، لكن هذه المغامرة تجعله يتيقن معنى أن الأفكار، أن الكبر ليس بالعمر وإنما بالأفكار الرشيدة. كيف المديح يجيء إن كنت